لكن الشعب اللبناني وين صار؟ اللي بيتحمل مسؤولية الحكومة هي الأكترية النيابية، لا، لأنه الأكترية النيابية هي اللي جابت رئيس جمهورية وهي اللي جابت رئيس حكومة. الأكترية النيابية مين؟ جوهرة، جوهرة حزب الله والتيار الوطني الحر. هو بدهم يشوفوا شو بدهم يعملوا، وين المسؤولية هلا بالبلد؟ أنا إذا بدي أسأل سؤال صغير، كلهم بيقولوا بالأخص الرئيس بري نظامنا نظام برلماني عظيم، مين مسؤول هلا؟ طب إذا رئيس جمهورية ما طلع عباله يشكل حكومة خلص بينشل البلد، إذا رئيس مكلف ما طلع عباله يشكل حكومة بينشل البلد، مثل كأنه ما بقى في مركز للسلطة بهالبلد. مركز السلطة هو المجلس النيابي وتحديدا الأكترية بالمجلس النيابي. رئيس الجمهورية عم بعرقل، شوفوا شو بكون تعملوا. موقف سياسي واحد بيخلص القصة. رئيس الحكومة عم بعرقل، شوفوا شو بكون تعملوا كمان. بس اللي صاير حزب الله بده يحافظ على كل تحالفاته ويحافظ على وضعيته بغض النظر عن شو عم بصير بالشعب اللبناني. المهم يحافظ هو على هيك ريحته السياسية من فوق، يضل قادر الرابط عون من هون والحريري من هون وهديك من هون بغض النظر عن شو عم تكون النتيجة على البلد. وبالتالي مسؤولية الحكومة عند الأكترية النيابية وتحديدا عند تحالف حزب الله التيار الوطني الحر، لأنه هن العصب بالأكترية النيابية الحالية. يتبين على أنه في رئيس جمهورية قاعد ببعبدة بس مش موجود. يتبين أنه في رئيس حكومة تصريف أعمال. رئيس حكومة تصريف الأعمال هو رئيس حكومة ولو تصريف الأعمال بس ما رئيس حكومة. وفي رئيس حكومة قاعد بالسرايا ومش موجود. وفي أكترية نيابية قاعد بالمجلس النيابي ومش موجود. صار بدها عملية إعادة إنتاج للسلطة. الطريقة الوحيدة لإعادة إنتاج السلطة انتخابات نيابية. هلا في البعض بيقول ما بقت حزينة، ما بقى يار الجاية انتخابات نيابية. يعني بدنا ننتظر بعد 11 شهر. انا بدي احيل هالموضوع على كل بيت هلا عم بيسمع، على كل مواطن لبناني. بدنا نضل عايشين بعد 11 شهر ناطرين، والكل صاروا عارفين انه الحكومه فظيعه ما في بلبنان، واذا تشكلت حكومه رح يكون افضل لو ما تشكلت، لانه رح تكون مثل سابقاتها ورح تسرق اكثر واكثر من الناس. فاذا شو ناطرين؟ بدي اعاده تكوين للسلطه. حدا في عنده شي طريقه لاعاده تكوين السلطه غير انتخابات؟ منوفر على الشعب اللبناني 9 اشهر عذاب اذا هذا ما جرب يعرض للانتخابات. مطلبنا الوحيد والاساسي هو انتخابات نيابيه مبكره. ما في شيء بيخلص الشعب اللبناني إن كان اللي ناطر قدام ترمبات البنزين أو يلي ناطر تيحصل على دواء أو يلي ناطر تيحصل على شغل، إلا نروح على انتخابات نيابية مبكرة تنعمل التغيير المطلوب بالمجلس النيابي، تبلش عملية الإصلاح المطلوب. ما حدا يفكر وضع بلبنان ما يقص منه، بس في عنا مجموعة سياسية بالسلطة هلأ كتير ما يقص منها، بدنا نلاقي أسرع طريقة تنقدر نخلص منها.